زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. سيظل للتاريخ واسم حافل، سيظل فخرا يعتلي الأجيال، سنظل خير الناس في كل الورى، فلنا العقيدة تبعث الآمال، ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمتى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد دا وضيال ومركلة برنامج كي الطريق إلى السدع أما السدان كسد عني الجماعة السادعون يقول تلقى شيء إن يددك الله وذاكت بشهر رمضان بركيسا برنامج كاس أنكو رئيسنا إن حبنا كترسن جماعة السادعون بالحق سيان وكور قلنا قيدي سعود كي دعوة ذو ذا ما لنتي صواب اللابين إلهي ما لنتي أي سدعيان حقا كل واقين انتي نيلا سعودتي وحان كل حجيرني وحاوي تربية ذا دير جماعة أفراد ذا لصوغ شيء قرآن كو مزدر كوها توحيد كو صلاي سنيت أيام وحان كسو حجيرني نماديت يتسالوين dadkii tarbiyada qaatay inaan bal ka wareysano siday barnaamijka ula falgalaan waxa caawa martin noo ah abdullahi qasim ahmed soo dhawo sha abdullahi dhawaan sida aad la socotid xalqaadkeeni hore waxaan aad uga soo hadalnay tarbiyadii jamaacada ay afraadeeda tarbiyeysay ayadoo quraanka ku tarbiyeenaysay tawxiidka lagu tarbiyeeyay si noloshooda jawaanibta kala duwan ay dhammaanteed u noqoto mid tawxiidka ku salaysan oo ka tarjumaysa ama u dhow intii bini aadanku karo wixii alla ka rabay qofka muslimka inuu ku sifoobo waxaa ka mid tahay dadkii fursadda u helay tarbiyadaas jamaacada inay qaataan muddo dheerna ku soo jiray haddaba caawa su-aasha aan rabno inaad noo faahfaahiso waxa weeye tarbiyadaasi sidee bay kuu saamaysay sideebaad ula falgashay يعني واقع على السدابي وحجب هذا الشيء برأي أنت أين هذا حنوقة المانتو؟ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وسؤال ونكسن سيد الشقتي أستاذ عبد الله تربية در إلهي جماعة وافجين أفراد دكتور تربية سيد الشقتي وتوحيدك كبلاباني سي مادة تربية القرآن كأهي وحرته فرد إيه كلمات إيه مارت الوسو كوبي كرة ما عن رنتي ووقت دار أي معناها يعني الوسو عت تربية داس مثال هذا أنا سوق هذا حركة ضدك أول كه ما عن هين أو مثلا أربع ركن إيه مقام كي يكسب بلا ما هين مر حركة دي أي منهج كان عصب قاضتي سيدي تماتك أي على صحر سيدي حركة ده. dadkii manhajkan ay u soo geeyeen ayaa anigoo iska caadi ah oo bulshadaas ka mid ah haddii waagaasna waa naqaanaha dawladda jirtay nidaam ay jiray maartii yani jahilida nidaam ay lahayd dhalinyarada da'diido kale yani hawaayadkooda iyo waxay ahayd banooni shaneemo macnaha yani waxaan ku leeyahay masraxiyad waxaas iska ahayd tan kalena qaybta qabiilka iyo soo ugu xiran yahay qofka waa ina qayb bay ahayd anigoo saasa ayaa jamaacadu runtii ikhtiyaaraadkii ay doorneysay jamaacada khilaalaha macnaha markay manhajka qaadatay siriga ah ayaan ka mid ahaa dadkii macnaha yacni gacanteeda ilaahay kusoo hanuuniyay ayaan ka mid ahaa falilahi alxamdu runtii markii aan macnaha yacni lasoo xirisadiba ninkii jamaacada meesha u qaabilsanaya tarbiya ugu bilaabay tawxiidka uu iga bilaabay iyo qaybaha macnaha yani xayaatada nolosha si ugu xira aakhirada hadday tahay
هدي مراقبة الله تهي هدي أقانتي تهي هدي الله معناها يعني وحنكليه مارت يعني أودي سئيو نحرستي سئيو هدي جوانبته كل نعكسته إلهي معناها يعني لقبرته كسابسان أما تربية النعيدة ده رنتي رنتي آدبان وساموبي رنتي أول القرآن كوان برتوان غيني مساجد ودكنجري لكن إنه معناها يعني النلاشي إلهي إنا سأبرت وحياة تذيذ إلهي أوهاق وحاد يوعسو بيها ترونتي لا شك معناها وحاد رجدا إن معناها تربية مباشرة تربية مباشرة وقرآن كأه وآيه إلهي اللي قد أحفهم سي وحو إقربه يو سان أدرامي يو مارت يعني قفك إنا سيدة الله أقرب إنا النقضة سيدة أي تهي أرماس أدبي رونتي يسامي سي لقصو بالله بواقاس هدي معناها واحد مر دعي منا ما هين هل كان لقصوا بالله إلى ما أنت وأفرت السنة رنتي لو كن إلى واتنك لما مر يسديتك إلى هذا أفرت السنة ودعيس أنت أسبع يعني وإحنا لو جزي يدني وإحنا لقي جفا ينفتنا لقي بحنا أنت بقى أي رنت قرآنك جماعة الوتر بينيس وقرآنك إنه لو أذيك سنة رنت لا شك وحبضم بعن رنتي إلهي نقد يفسي والحمد لله جوانب تمرك عن درمي نرنتي لنعكسته أو تربية داس أي كان سنيسو يعني جماعة معنى يعني جماعة أدبي معناها نود داش إلهي خير هسيو رنتي أنت إلهي إنسانك ومعناها يعني على أقل يلا كرنة ومعناها أدبان وساموي رنتي لا شك لقى صوب بالله وقت قاس إلى يومنا هذا مرك كم بدها درونتي مركان يعني سأسكوب بدل مرك معناه وحيابها معناه هذان توقعات مثلاً أد إسمه هب كان أفكر جري يهب كان أنو لاي يو مارتي يعني لو نعبه نين هذا موسم مجتمع معناه مركزي جري وزن كلها نشق يستانها حق دلائر أصحاب ينوان لها وحي بالودو ذا نعان وجري حق قبيلك يو يعني قيمينتي سي ششنسدي سي وحو او باهيا يا قاران يا تولكن لبد نعبا رنت وزن بان كلها وا وا مارت يعني بتاتن لبديبا وحان اركي انيسن يعني هدفك يا اوجيددا الهي او غرب يا دين ثاني يا تربيدنا انن اسكو هدف اهين سداس بان دمان علاقاتك اما حق قبيلك وخرناي اما حق دلنيرد يا بلشده دعيده جوجتي وخرناي ايا كا غوي wax kalena ma hayne hada isku hadaf ma noqon ba waxa ayaga ay u nool yihiin uma nooliba qof kala noqday oo ihtimaamad kale leh aragti kale leh yaani saacad yar oo meel iga berdarowdo aan macnaa runtii aan suluugay inay macnaa waqti iga luma aan diilay oo aan isu arkayo runtii nin waqti badan uu ka soo lumay oo macnaa yaani ku gabood falay macnaa xaq u lahay iyo maartii yaani waxa uu ilaala ka rabay رنتي معناه يعني كام قوية معناها درين كاس إن وقت كالومي ها وحي كتلة تي مركاد يعني جماعة جماعة اعتمد أنا إمد إذا أردت ضد كي هرتا تربية ذن تربية ذن قاتي جري إيو معناها إيو شو ولا تني ماذا إيو سيد القرآن كان ولا نولي ولا نولي هن إيو يعني ماشى سنركو حاضر أنتي عمر رجاجي هرة إن وقت بني قبل إن وقت بدن كالوم مركا إن هذا مركا كذا بتك وقت تدارب إن أسمه ما شاء الله معناها سبارت أول أشرون تلا شكة فلله الحمد معناها يعني هل كاسة هرت أن رنتي وحيابها أد يسمى تاسة كم يدهد مركا سلاسة الجماعة هنت إلى يوم من هذا أول نولا ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا نحو التألق يمنة وشمالا أستاذ عبد الله معناه وحن جعلان لها بلنتات ذاكرة ذا تكون نقطه ودرين عجيبة يعني سيدة هذا تلمامي السنة دتكي جماعة ذا دعوة درين كذا قبي سان حلقات كوركوس أو شيء يعني أنا سرت مجتمعا أقوانا كسان دورة شديدة وحق الله بندقه دتكي إلى هاي صابت وقعد جيبات كمتها مركي عاد جماعة ذا صور لحق شيء يقفك حقك وجوه رأيت سوء جيبته أو تربية ذن كل جلعي طبعاً ضد كل مذا أو ضد جماعات وتربية نسيب هذا أركيسه مرك مشاعرته أديك مرك قوسة ما يسنتي وحي إن أذلك كل أنتي أركتي يجوج أدرانتي إيوه مرك نلاش هذه هرأت أكتو
يعني وحي عضو النوليد وحد كفا كري جيرته بل قضية داس رنتي وقضية آدي آد ووناك ثاني بل كلمان يعني درين كاقي وحناوغة كلمان وحنتي وناك ثاني وآد بي مهمة تهي ولا لورت أول وحان أول نين اسكن نول أو معناها يعني قبيل كيسو نول أو دا دا ما أنت أكجر لن نول أو يعني هدي شلامو ينتهي هدي بنون ينتهي هدي بلوذة هستهي اسكن دح جواحو ووح اهتمام إيو وح فكر إيو وح معناها يعني هويرات مستقبل هدي يعني مستقبل كيف فكرنا مستقبل أنا وشخصي أهان أما كان قبيل كيدا أما كان باك فكر جري لكن مركان جماعة هذا إيميد وحان أركي إن معناها يعني ميل هوس وحث أرمى سفاسفة أد أوليته إنا يهين وقفك بني آدم كإلهي أوري أو خلقي الدون كان وح الله كيني يوحو إنه ليه إني يعني مسافة أد وين ودحيس وقف كان معناها يعني لجرب وح قال إنه ليه يعني اللي بجانبه هرت قف كان معناها يعني إن لجربه يعني قال ليه أوري والدون كان كيني إنه معناها يعني عابده وعلى منهجه أكو عابده خلافة الله في أرضه إنه إن لجربه معناها يعني إنه دعوة إنه وحو أسرع حقه هذا سواه من مضى إنه جرس إلى جربه أرضاً إن خلافة الله في أرضه الوسوع عليه الدين تيس الله يكتلس إنه يتحك يقاب كان أنه الأول يعني وحد وكلفك به رنتي وحد وكلفك به برك أرنت سو أرنت سامنت وين ويا لتي ورنتي أن مرنا معناها أول وجرن تاسو عم بدك ينتي إن الوقت جيد كو حساب تمه إن ندتك ورا علاقاتك معناها مال إسلام روينه إن معنا كل كسر بحتي معناها يعني وحي نجد حي أن سلو ذاك الجرني إن أنا كده بعرنتي لا شك تاسع هيد مارت يعني رنتي كدبنه ولاجي أن لسه ميد عدة ولاجي ولا يعني ولاجي يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا مرك إن معناها ولايدي يتلاذي يوم معناها يعني حرير كي إن سيو جماعة ذا مارت يعني إيه حقا دين تا إله إن سيو مرك من خلالها وهيد رنتي أرنت أد إسامة يسي وحق معناها حرير كاس يو سبدل كا يو أركتداس أي هيت رنتي مد سبدل إسامة يسي لنا عاش ما شاء الله محطصو هذا القادي يعني وحيالها كابدل مي أو إسبدلي إني كمت هاي قضية الولاء والبراء طبعا دانينا نمدو إسقارنا إنها تهي معناها هذا الله هذا نوي كجرثي معناها نين قبيل كيس وكو حساب تمو قبيل كيس وعاد فيسن يعني سيدة قف والباب طبعا وياه مركب الوحان ربا إناد ماشن معناها إناد بالتلمان أما تسالي ركب حساب يعني اسبدل كولاقا يعني أذيقا كوكود عاي سيدة وكو بدلي إيوه بل سيدة آد وقرنا بيسي اسبدل كدين تن ولاقا وبدلسو سيدة هاد دايدة داخل سي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومعناها ماشاس أي كوب حيسو إناد انقفنا ولا يقصي إن مارته وبنو فلان وريرهان بعد سوحكتان لكن عدة ولا يدوح القصي هنا عتاهي ومؤمن الله كحرن ثبت التوحيد كاسع بإلهي قترق البنادم كنا يسقلا حرمان يعني يسقلا حرمان عشيرة إيو قبيل كوح الله قترق الإسلام كل تعارف هو ينقفك وضد كاس قرابة حريرية لكن ولا مرك الله هذا الله إيو مرك وحن رب الأرنتاس بل يعني انا تخوان واجب زارنت وحن حسو كرام معناها تصالحان ارمها سو كلام مدام من قبيلك معناها اول اترسنايان اه قاد يقارن وحول الا وداغان وحا دعدي انتان معناها مركان فهمي او معناها يعني منهج كان ان قاتاي او ولايه انت كبو مسلمين تي ولاله كل اسو غو يلهي مثل قبيلك ان كدشي قبيلك لا يا اس دغالي مارك مركا اس دغال مركا وحي وي ميدن إن معناها يعني كلا قيب قالوا أنا مثلاً دجال كنا كلا قيب قالوا دقالة عن كزيادة وهب إرساس لو قضى مارتي سي قبيل سجد عيان دي وأنا واحد معناها متعارف وصمار هذا معناها نيو لو يقانو يعني مبدأ هذا هو إنه قبيل يه أن هذا وحاجة قرأ دعسن قبيل كأنه بس سنم يهي وشيء لعب بديها بدل العبادة إلى هي معناها غير كيس إنه يه مارتي يعني لقد اكتشف شيء نفط بالله شيء نفط بالله هو نشي إلهي ورسولك سكولها مارت يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يعني إن لورد انتو لكن لورد انتو ومعنها لأجل معناها رهبل معناها يعني معناها سعني يعني معناها سعير عد عسن ورنتي يعني تربية دي داريد وقرآن كأيو جماعة دي نسوان برسيسي أد يعني أو قدرك سنها رنتي لا شك وإلهي كلمة دي سوحان هنا ديق لورد دي نسيسي دي مركا معناها سعرنتي أد يقدر ديك سنها مركا waxaan iri waxaan anay ugu iman maysan oo qadiyadan anuu qadiyadan macnaha yaani
كقيب قلاي معناها معها ولا دقالة ولا نف ولا أي شيء ولا أي شيء عن اللي أنا قلت عليهن لكن وحي كله معروف وناجي أم كارم الأخلاق وابن آدم هو ترى يو إما هذا هديت يقف حنوسا هديت يقف يعني العاونة هديت يقف حبرش الديبي هديت يقف جيرانه معناها لداوينة هديت يقف مسافر يهي وحي وناجي هو معناها يعني ابن آدم هو ترى هنا نرى هذا يو إما هذا لكن أين أهين ما أنت يعني فعلا ماشي اسمرك الله مرأي وحد رامي سامرك ما هذه الصومالية هي فقه تلك كما جنتها أنا وحكيت صينا سامقتها هي فهمك الدين تا صومالية الصد وور أرسنا نكى فقيها علم جلوس ودونن هي وتلك لسفنها هي أيها وحاوي تلك صديق ديد وقارت فقه تلك كما جنتها خد وح وأجي هي إن خلطها أو فاحش دين تراهي كوكو مرين أيو تلكي سكر راعيا ولي الله ما أنت ويجير تاتاس أغلوين ما هنا هري أهرتي ما أنت تاجنتها ضد بدن ودعاء ده مركي ريركو هذا النقطة ريركو ذو قرب ماشي للربي مركي إن لجبر النقطة قبيلة ده ضد كان واحد سكوا قلدان قبيلك يا قبيلة ده قبيلك هو إلى هيدت كو أبو روح ريركو ذوها هو كده لكن قبيلة ده هو مبدأ والصنم وقد يد معناها قفك إنه ولا iyo bara ku gala keensanaysa way marka la shaka markii la isgarab dhiga marka qadiyadaas ku soo wajahday iyo mahmaada Soomaaliga ah fiqtulka kama jannatago ana waxay daliil u tahay qof yani shay adag noloshiisa ku soo biiro shay adag ku dhagan oo aan u jixin jixaynin macna inay ku sababtay macna tarbiyad dheereed ee aad soo qaadatay saas wala shay aad baad u mahadsanta ustaad daawadayaal ee runtii waxa weeye أستاذ عبد الله تربيةً وكهذا الحياة، يعني ما لنتي وجماعةً لسه حرير سدي، يوحي أكو عندك على قاضي، يتربية دي ولا كل ماي، قرآن كاس كلام كإلهي إلهي بشرية وطلق علي إنه كل هذا له، إنه كه جاجيو، إنه حرقي سكوق بسدان، فالقلك ولا سمائي، وحيلها أقعد الشيء وهذا وتلمامي وحكم ده. oo kaliya qofkii dhismare u garan karo in qofka markiiba noloshiisu isbedelayso aragtidiisu isbedelayso fikirkiisu isbedelayo yaani sida nolosha uu arko isbedelayso bal inuu sida asagu isku arko in isbedelayso oo uu dareemayo sida Cabdulla noo sheegay qof mas'uul ah oo waxa weeye kaankan xil ka saaran yahay oo aan fadhi u oolin iyo noloshii hore uu sheegay oo ah nolol safasif ul umur iska aha waxa weeyada cuntana iska cun iska nacab hadaad wax barasho ku jirtana waa ka kadibna oo qaadada meelaha ku bixbixi laakiin wuxuu noo tilmaamay in waqtigiisu xisaaban yahay oo waqtigan ugu tala galay inuu Alle ugu dhawaado adduunkana wax ugu qabto dhinaca kalena dajiradan Soomaalida ragaadisay ee aqbiyaalada ee la isku dilahayo ee la isku dhacahayo ee waxa weeye aan waxba la isu reebaynin يعني قفك مسلم كمقام كإنه موقف إنه كاستعجل الربا أي نوتل ما مأه على علم سلي قبيل كي وكل هذا هي وحماس يسمع أصلا ما أنت دجال كجرا إنه يقوم موقت إنه قف مسلم اللائق وأهين إنه كقيب قات ليق لود هذا هي لأجل القبيل إنه صن كقيب قادن لكن أيضا بخيل ما يكأهين إنه عكلا وحدتك واحترها هي سيدا مارت عن قف جرا سيدا وحاول قف وحلا برها هي قفل تبان تابه قفل وجورن هاي واحد بني آدم كحطر هينا إنه أشعى جي إنه ديار ويا هاي تاسنا واحد كتب مذ حوي تربية ذا دير القرآن كسلك كهيسة جماعة السادعون بالحق أي أفراد ده أي أقول تلاقي شيء وأنا مدى يدتك أقول يا ريسو إن يدتك صو ضهاس جلان وحوي كلمة التوحيد أي كوا لا لبان أي ولا على كل نقضان أي جعنت إسكو قبصان ده وضي الله ما هتنتين أنت عن حلقة كلك كل معينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.